على جنان حييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة. هلا يلا هبا نسمر سوا في حماكم ليت وإحنا معاكم كل ساعة كل ساعة. هلا جينا نحييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة. هلا يلا هبا نسمر سوا في حماكم ليت وإحنا معاكم كل ساعة كل ساعة. ضحوا جيل ضحوا جيل من الأوهام واصبح مع الأنغام وافرح بهذا العيد وجد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عن قدم تقديم ثاني. ضحكوا جد وضحكوا جد وضحكوا جد برنامجنا يا إخواني ضحكوا جد. كل عام وأنتم بخير وكل عام وكل يوم وكل دقيقة وكل ثانية وأنتم بخير وما كل عام يأتي ونحن بشر إن شاء الله. برنامجنا كما عودناكم أننا نستضيف ضيف في كل حلقة, ضيف وجه مألوف وجه إذاعي. وضيفنا في هذه نسيت باقي فقرة مهمة. برنامجنا كما عودناكم برنامج ضحك جد والضيف في هذا الفقرة يعني يمتاز بالحضور, يعني أول ما تشوفه تقول هذا مقدم صح. يا سلام عليك يا سلام. كريزما عنده, كريزما عنده, حضور تحس في خبر عاجل قوة. الآن معنا الأستاذ, هذا قتلتني. تكلموا على من؟ أنا واحد نعرفه. أنت عليك أنت. ضيفنا اليوم هو الأستاذ أحمد الفرحان. حياكم الله. يعني من الاسم تحس أنك يعني ارتحت نفسيا من الاسم أول ما تسمع أحمد الفرحان. السؤال الذي يطرح نفسه. تفضل. من هو أحمد الفرحان؟ أحمد الفرحان هو أحمد الفرحان. لا. أيوه. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. أحمد الفرحان خريج إعلام بكالوريوس, طالب ماجستير علوم سياسية بجامعة صنعاء, مذيع في قناة سهيل, ومن أصل سوري عايش في اليمن فترة تقريبا أكثر من 10 سنوات يعني. ما شاء الله. التحقت في قناة سهيل في عام تقريبا نهاية 2012 وما زلت إلى الآن الحمد لله مستمر. حياك الله. حياك. عندك أسأل أسأل الأول. ما شاء الله ما شاء الله يعني سوريا. أي نعم. بس أنا أول ما وصلت وجالس أتكلم معك عندي اقتناع أنك يمني اللهجة ولا ما شاء الله. أخذنا من الأطباع اليمنيين وهذا شرف وفخر كبير جدا يعني. الله. من عاش القوم 40 يوم فهو منهم. كده 10 سنين. فاحنا 10 سنين فما بالك ب10 سنين 10 عمر يعني. الله يحفظك. طيب. يا أسر أنا مستغرب أنت يعني سوري. نعم. ايش كيف لا ما فكرت انك تدخل في الاعلام اليمني وتكلم في الشان اليمني وفي هذا يعني ما انا داري كيف يعني مش قصه انك تدخل في الاعلام اليمني ولا تدخل. انا كخريج اعلام كذا انا بالاخير ازاول مهنتي الاعلاميه وانظر الى القضايا بشكل عام المثارة على الارض او الساحه وبما يخدم توجهي. فمثلا القضيه اليمنيه والقضيه السوريه وغيرها من القضايا خصوصا في ثورات الربيع العربي وبلدان الربيع العربي كواجبي أو كمهنتي كإعلامي يتطلب أن أكون يعني صوت للشعب اليمني أو صوت إلى الشعب السوري. فما له علاقة أنه خلاص القضية اليمنية تبقى محصورة بالشعب اليمني هو الذي ينطق بها أو القضية السورية محصورة, لأنه الآن أصبح الصراع صراع إقليمي. فبالتالي كواجبي كصحفي كإعلامي أنا أكون صوت لكل بما يخدم توجهاتي وأيضا وافق أنه توجهات أو سياسات معينة سواء أي قناة أو أي صحيفة أو كذا. مش من المعقول أن أنتهج سياسة مخالفة إلى ما أنا أنتهجه. فسبحان الله قدر الله أنه صارت أجواء الوطن العربي وثورات الوطن العربي وكذا والتحقنا بقناة سهيل وكان شرف وفخر أنه نحن نكون صوت يعني من أصوات التي تطالب بالحرية. الله يعني. لآلم
يعني ما شاء الله كلام كبير الله يبارك الحين في هذه الضيوف اللي تحس بثقه ايوه ثاني ايش فيهم يا علي؟ قوه اقوى بس هذا قوه يا سلام. طيب انا معي سؤال يعني تفضل. ما قدرت صراحه يعني ما شاء الله اول ما طلعت امام الكاميرا نعم حصل لك موقف ما تنساش كل ما طلعت امام الكاميرا ذكرته؟ والله ما اذكر انه ما اعتقدش انه هذا يقال له موقف امام الكاميرا. لا هو المواقف المواقف قد تكون يعني لكن بحكم انك انت امام الكاميرا يعني ما تركز او كذا لكن من ضمن المواقف اللي انا ما زالت فيها اذكر في تغطيه 11 فبراير فكان الضيف الاستاذ محمد في التغطيه فكنت اختم البرنامج وكذا وكان تقريبا اقول الناس الان يتكلمون انه فيش كذبه ابريل وكذا فاحنا نريد الان زبجه فبراير جيب لنا زبجه فبراير فبدل ما اقول انه جيب لنا زبجه فبراير قلت جيب لنا كذبه فبراير ما زالت عالقه في ذهني الى اليوم يعني هي كانت زبجه لو لكن هو بشكل عام خلف الكاميرا ربما يقتمص او يقتنص هذه اكثر ما الذي يكون امام الكاميرا. طيب يعني ناخذ استراحه الفنان الكبير علي بن علي الانسي نسمع بس على اساس نذكر العيد ونذكر يعني ان احنا في ايام مثل العيد الصوت الرائع الجميل الذي طالما يعني ذكرنا واطلع يا استاذ باسم جالس براعي من اول. يا سلام يعني ذكرنا فعلا يا اخي انا سمعته بدندن يعني افهم انك عجبك الطرب اليمني الفن اليمني اندمجت يعني تسمع اسمع كثير جدا لاغلب الفنانين حمد السمه والانسي والحارثي وايوب طارش وحسين محب اغلب الفنانين يعني اسمع لهم كثير ويعني اندمج كثير جدا مع الله يحفظك رغم انه خاصه اذا كان في شويه تفضيحه يعني اذا كان في شويه تفضيحه طيب ننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة ايش؟ تمثيل عندك يا سعدي تمثيل ايوه انا صراحة كان معنا مشهد الاخ من سوريا طيب ايوه هو كان معي مشهد ثاني لما عرفت انه من سوريا ذكرت باب الحارة لك مسلسل يا اخي اذا فعلا انت دور يلا وانا بس بعدين دخلوا لنا صوت باب الحارة عشان نحس ما تخافي دخول باب الحارة بقول لها انا والله يلا يلا انا ابو شهاب انت ابو شهاب احنا في المشهد اشرح له اها هاي ابو شهاب وين الشنب؟ كان مع رهانف سلف اسمهاني ابو عبد الله ابو ايش؟ ما فيش ولا واحد معه الله يبارك عبد الجطف رمزي انت ابو شهاب ابو شهاب رمزي انا هذاك اسمه؟ النمش 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 يلا النمش يلا انت ابو شهاب يلا وانا ايش اقول؟ ابو شهاب أنا شكلي ما بحكي أنا شكلي ما بحكي يا يا لا يا قاتل يا ماتور مين اللي قوصه؟ اسحاب مين؟ اسحاب فرجيني فرجيني مراجلك اكسرها على شو اكسرها انزل على الساحة يلا حاكي أبو مين ذا؟ أبو أبو النار أبو اشتي لنا مشهد ما احنا دارين بلا الله إلا والله وهكذا يا شباب أنا أبو شهاب أيوه أنا شكلي ما بحكي الآن أنت أبو شهاب ولا ما دخلها كلمة مختبة شكلي ما أبو شهاب هو أبو شهاب فأنت تقول أبو شهاب كلمتك الله شكلي ما تحكي سويهم ثلاثة عادي احكي ثلاثة شكول لا تنكت أنا دحين فوت هي لعن أم المصاري اللي جابت لقلبك العيال أيوه يلا يلا والله أنا ممثل رهيب يلا بس ما مع أنا السرج نمثل إحنا هذا هم الممثل ماش ما انا مشهد لازم نكتب الممثل ممثل باب شعوب احسن باب شعوب يا سلام خلاص تمام يلا شعوب يا شعوب يا انا بلبي شعوب يا هو يجي البلديه انت بتبيع هو يجي البلديه
يلا ها يلا شعوبي يا شعوبي. وانت بتبيع بيض؟ ما بيع بيض 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 وانا صيح بيض 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 وانا صيح على البلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي قوم بيض اهرب. طيب نجيب لنا اكشن ثير واحنا جالسين يعني ما ينفعش. بس احنا بنديها فكره فكره ندردش. الفكره الثانيه اللي هي قصه نحكي قصه. الاستاذ علي ايوه هو صاحب اسمه احسن مؤلف. احسن مؤلف ايوه اسم القصة أحسن مؤلف. أيوة اسم المسابقة أو الفقرة أنه تعتمد على سرعة البديهة، الخيال الخصب عندك، كثرة المرادفات واللباقة. نعم. فأنا بجيب قصة بألفها الآن. نعم. أول ما أشر عليك أنت تكمل القصة. طيب وتأشر علي وأنا أشر على الأستاذ محمد. خليه هو يأشر أفضل. لا لا احنا بيأشر. لا انا شيء احنا هنا انا واذا ما احنا بتظل مواصل واصل كمل العيد وانا واصل. ايوه يلا ما يقول لك هو في يوم من الايام ذهب ما نشي ذهب احمد مدى الى الغابه. في حاجه غير ذهب احمد الغابه رجعت لعند احمد. طيب يلا من عندك معنا احمد. ذهب احمد الى الغابه فوجد مجموعه من الحيوانات موجوده في الغابه. وجد الاسد لكنه كان في حاله حزينه. لكن الاسد ولا ما دخلك المهم عشان كمل. طيب هرب من الاسد واتجه الى كان البحر أمامه فاتجه إلى البحر فأصبح الأسد خلفه والبحر أمامه. فإذا به زغرد من الفرح لأنه وجد كنزا تحت الماء فقال يا رب لمن هذا الكنز. فما أدري الله مطراق من فوق الطقم. الحوثي قال له ما جاب أمك هنا. كمل. قال له إني ما أدري إيش جابي هنا، إني أريد أن أعود إلى بيتي. فعاد إلى البيت ونام على السرير لكنه سمع صوتا عجيبا تحت السرير. وقد كان بالأسد يلحق به تحت السرير. واختبأ تحت السرير الأسد. وبعد أن علم بأن الأسد تحت السحير السرير سمع صوتا جميلا من الأسد يقول هو هذا. لا لا غني غني الأسد غنى. ها الأسد غنى. أيوة غنى من جديد غنى. فغنى الأسد وهو يقول يا ليت من أكلكم ألا للأسد يا ليت يا ليت من أكلكم. وفجأة سمع صوت المؤذن. صوت المؤذن صوت المؤذن قال حي على الصلاة. طيب طيب في كلمات تقولها ثلاث مرات أربع مرات. خشب الحبس خمس خشب من الحبشة. قول إن أنت قول إن خمس مرات ولا الدين عشرة. خشبة الحبس حبست خمس خشبات بسيطة جدا. خلاص قول خمس أنا أقول عشرة. لحام وورطوه زمان هذا إحنا أطفال. خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشبة. خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشبة. يعني ست. خشبة الحبس حبست خمس خشبة. مرة ثانية. مرة ثانية. شجرة الخعاقع. ما هذه معروفة. شجرة الخعاقع. أيوه. ما قالهاش. وانت توقعت انه يقول احنا. طيب اخر محاوله. ما اخر محاوله. امان اخر محاوله. خشب الحبس خمس خشب. طيب بس هذا سهل. يلا دي خشبه الحبس حبست خمس خمس ما عاد شيء حبس. خشب الحبس خمس خشب. خشب الحبس خمس خشب. خشب الحبس خمس خشب. سهله جدا. خشب الحبس خمس خمس خشبات. خشبه الحبس حبست خمس خشبات. طيب خلاص الفقره الاخيره اختار ورقه. ايوه. توريني ولا تفسر لي ولا تفسر كلمة أو عبارة أو نعم. شعر تختار واحدة وبعدين تحاول تشرحها لمحمد بدون صوت. بدون صوت يعني الورقة موجودة. أيوة. يعني اختار ورقة. أيوة. إذا طلعت اسمك كيف أشرح؟ أشر بس. أيوة. راح تفهمها؟ أدور أنا. متأكد؟ أيوة. وري علي على سبر. لا 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 آسف ما لازم واحد يعرف مننا. يلا تمام اشرح لي. القيد في القيد اكتسر طائر طائر ما فيش. القيد اكتسر وطائر خلاص.
لا تقول خلاص ولا يعني القيد اكتسر يعني هي كم يعني كم كلمه كم كلمات هي الطير القيد اكتسر كم كلمه لا لا الكلمه هذه ولا لا الكلمه هي ولا شرحتها كم لا الكلمه هذه هي كلمه ولا ثنتين ولا ثلاث كم الكلمه ذي مكتوب في الورقه كلمه كلمتين ثلاث ست كلمات ست احرف ست كلمه واحده يعني كلمه واحده كلمه واحده طيب مره ثانيه ما فهمت كسرت القيد وانطلقت الحرية الحرية أنا خطير في هذا الحاجة الحرية إذا استمتعنا احنا عندك هلا اختم انت استمتعنا لحظات جميلة مع الأستاذ أحمد فرحان الفرحان معرف ليس نكاح الفرحان الفرحان آسف تمام فننتقل إلى الفقرة التالية السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا هو انت ابو جنجل لا لا انا اقصد ابو من انت ابو جنجل حياك الله يا استاذ ابو جنجل بس قالوا انت المسؤول عن الحاره انا مسؤول عن كل شيء انا اشتي بترول ما لقينا بترول قذالنا من اول من امس اجلس ها اجلس ليش اجابرك جلس انا اشتي بترول جابر زين بعدين جلس للحين في قضيه انا اشتيكم تدروبها اهم من البترول ايوه احنا انقذنا اليمن من كارثه كان اتوقع فوق اليمن صح القنبله الذريه اللي هي الجرعه الجرعه هذه كانت بمثابه ستجعل اليمن الشعب اليمني يتشرد و و و, و, و انا منه ايوه ماله بس ابوه ها بس ابوه ايوه كي ما يدفع غصبا عنه يدخل ايوه تمام المهم فانا يا اخي شوف انصار الله هو هديه الله لهذا الشعب الله عز وجل اراد ان يرضى على هذه البلد لما ارسلنا لانقاذه لان الجرعه كانت ستنهيه من جذوره أها. المواطن اليمني انسان انا هذا بيتصل ايوه ما رضي شيء منو هذا مواطن شلوا 500,000 بالقوه وحبسوا ابوه ما فيش عندي واقسم بالله ما ها يا ايوه يلا ماشي بسر الماء الجرعه هذه انقذنا الله يعني وجينا وخارجنا الشحنه حتى احنا وقفنا معاكم قلنا فعلا انصار الله في يعني الجرعه طيب ليش ما تتعاونوا معنا وتصير ترسخوا هذه القيم عند الناس وانه الجرعه شيء سيضر مستقبل اولادنا طيب على اذنك ايوه ايوه من هو كيف دخلوه جنب ابنه دخلوا ابوه جنب ولده ولا يخرج ما يتفجروا قال لك من قال له يتحاكى دخلوا وفجروا بيته ايش كنت حاكى؟ من يفجروا؟ بيت الواحد داعشي يفجروا؟ يفجروا هذا اقل حاجه اوه وانتم متاكدين انه داعشي؟ بسرناه بعيوننا وهو مع العتوه عن اذنك ايوه دور القران ما نشتيش دور قران يكفينا القران الناطق سيتي حسين يكفينا هو ولا نشتي غيره فجروا دور القران فيها ناس ولا ما فيش عادي من قال لهم يدخلوا هناك هذيك عشش تمام
ما كل انت حاكا الجرعة كارثة على هذا البلد. الجرعة جريمة والموت لم يكن. نعم هذا نعم أنا نعم هذا شعار قرآني، هذا مستنبط من كتاب الله. أنا معاكم. أيوة أنا معاكم. هؤلاء أعداء الأمة. من؟ اليهود والنصارى والإسرائيليين كلهم أعداء الله. أوه. وإحنا جينا نرسخ هذه القيم. أنا داري أنا داري. هذا مستنبط من كتاب الله. أنا عارف بس أنا اشتي بترول. ما هوش وقت بترول. أقول لك الأمة ستذبح. هناك مؤامرة صهيو أمريكية بأيدي سعودية من أجل تدمير البلد. الجرعة كانت أتقعد الدبابة بكم؟ بأربعة ألف وخمسمية. أيوة أيوة. وبعدين ما وقع ألغيتها. اللهم لها الحمد لله شكر. صح يكفي أن الشعب اليمني أصبح شعب موحد اتجاه العدوان. عين موحد أشتي بترول. لا أدخلنا في متاهة ثانية. كانت الدبابة 4500 قدنا قابل ب 4500. أيوة قد إذا الحين قد دورتها ب 20000 ما لقيت. عادي لأن إحنا في حرب ما نفعل ما نسوي. قل لي ما نسوي يعني وين البترول؟ الشي بترول موجود البترول في السوق السوداء. السوق السوداء إيش؟ هؤلاء السوق السوداء يعني ناس يعني مستحقينهم. مستحقين؟ نعم. المهم الجرعة كارثة وجريمة، فأنا أنصح كل مواطن يمني عنده درب الترب. جاوب التلفون جاي شغلنا هذا الزامن حقكم. أيوة يا أخي شغلتوني. ما هو ممنوع تراويح. أنا حاكيتكم ونزلنا قرار ممنوع تراويح. منين يطولنا هؤلاء البدع والدين الجديد هذا؟ ما عبش. وأي واحد يقيم التراويح احبسوه. نرجع لموضوع الجرعة. جرعة. الحمد لله أنا ما أبي جرعة الآن. أشتي بترو. ما بش موجود موجود بس أنا ما بدورش. موجود متوفر في الأسواق. دور بس. أوه. أنا دور ما لقيناش بترو. موجود البترول. راعي. أصا يا أخي. ما لك ما لك. أصا شغلته ونحن والجرعات سعرية والجن والعفاريت. جالسين بعدكم بعدكم لا جرعة ولا شيء ولا بترول ولا هم يحزنون. عاد شيء خزع عاد شيء زراء. كما كانت هنا الجرعة 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 أشفى أنتم. ما لقينا الدب ما لقينا البترول. ما لقينا البترول. الله لا وفقكم ولا طرح لكم بري. بس زيتوا اليمن الكاملة. أصاح جننتونا. غلق التلفون. خلني غلق ما نبالي. ما أنتم ما تباليش أصلا. والله لو يحرق اليمن الكامل ما تباليش ولا في ذهنكم على شيء. أنتم ولا في ذهنكم. أهم شيء الموت الأمريكي الموت الجدتي هذا أهم حاجة. صح وإحنا نشتي بترول. نزلت الجرعة وسببت لنا أكبر وجع. ضيعت المحصول كله والبلد ضاعت معاه. نزلت الجرعة وبعض الناس صدق وانخدع. نزلت الجرعة وسببت حروب مولعة. هي 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 والموت لأمريكا. نزلت الجرعة وسببت لنا أكبر وجع. ضيعت المحصول كله والبلد ضاعت معه. نزلت الجرعة وبعض الناس صدق وانخدع. نزلت الجرعة سببت حروب مولعة. الموت لأمريكا. من يوم جيتوا شعبنا المسكين ضياع ما جماع. لا جيش لا قوة ولا دولة ولا بمنفعة. لا أمن الاستقرار لا تعليم للزارع زرع. ومن يقول هذا غلط جاءت الجماعة تجمعه. اهي 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 اها والموت لأمريكا. نزلت والجرعة وسببت لنا أكبر وجع. هي هي ضيعت والمحصول كل والبلد طاعت معه. نزلت والجرعة
وبعض الناس صدق وانخدع، نزلت والجرعة وسببت حروب مولعة. هي 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 الموت لأمريكا. كممت والأفواه والسجن امتلا ما أحد فرع، والقتل والتفجير والتهجير ما حد يمنعه. نزلت والجرعة وذا الحين احسبوا كم يا جرع، قالوا قد الدبة بخمسة واربعين مش باربعة. نزلت والجرعة وسببت لنا أكبر وجع. ضيعت والمحصول كله والبلد ضاعت معه. نزلت والجرعة وبعض الناس صدق وانخدع، نزلت والجرعة وسببت حروب مولعة. لا غاز لا ديزل ولا بترول والنور انقطع، باقي معانا الاكسجين او عاد حد بايقطع. يهون ذا كله ولا خصم المعاشات يا جوع، مجهود حربي ايش يلعن امها من جعجعة. والموت لأمريكا. نزلت والجرعة وسببت لنا أكبر وجع. ضيعت والمحصول كله والبلد ضاعت معه. نزلت والجرعة وبعض الناس صدق وانخدع، نزلت والجرعة وسببت حروب مولعة. هي 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 الموت لأمريكا. هي 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 الموت لأمريكا. هي 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 الموت لأمريكا. نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة. يا جماعة هلا يلا هيبة نسمر سوا في حماكم، ليتوا وإحنا معاكم كل ساعة كل ساعة. هلا جينا نحييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة. يا جماعة هلا يلا هيبة نسمر سوا في حماكم، ليتوا وإحنا كل ساعة. ضحوا جيد ضحوا جيد ضحوا جيد ضحوا جيد. من الأوهام واصبح مع الأنغام افرح بهذا العيد. ضحك وجد